حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بصمة موطني. بصمتنا لهذا اليوم بصمة قوية وبنفس الوقت رقيقة، مثل ما يقولون القوة الناعمة، لها أثر كبير على المستوى المحلي وأيضا المستوى العالمي. حققت الكثير من الإنجازات والتحديات، هي محامية من نوع آخر، لها أثر على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأيضا في حقوق المرأة. محاميتنا اليوم المحامية أريج عبد الرحمن حمادة، تعالوا معانا نتعرف عليها أكثر وأكثر ونشوف شلون واجهت التحديات بعزيمتها وإرادتها وشجاعتها وقوتها. هي فخر للمرأة الكويتية المبدعة والمنجزة. والحين راح نلتقي مع محاميتنا البارزة أريج عبد الرحمن حمادة. حياك الله استاذة أريج، وألف ألف مبروك، وإحنا فخورين فيك. أنتي مثال للمرأة الكويتية الناجحة، حصلتي مؤخرا على إنجازات دولية عظيمة، ودنا تكلمينا عن إنجازاتك اللي حققتيها. الله يحييش، مشكورين ما قصرتوا، ويعطيكم ألف عافية يعني على اهتمامكم وتشجيعكم. الحمد لله، والله يعني توفقت. أنا أخذت قراري من تقريبا سنتين ونص أني أحاول أن يعني أطلع على العالم الخارجي، وأن ما أكون متقيدة فقط بالسوق الكويتي. وهذا القرار أخذته أول ما فتحت مكتبي، لما شفت شوية السوق زحمة وشبعان نوعا ما، خصوصا فينا إحنا كمحامين ومكاتب محامين. فقلت خل أجرب أتجه للخارج وخل أشوف شنو أكو. فالحمد لله يعني خذيت هذه الخطوة الجريئة، وكنت خايفة منها لكن توفقت وحصلت على عدة إنجازات دولية. أولها بقول الأهم، يعني أهم الإنجازات، اختياري أني أكون في حضور اجتماع لجنة التجارة الدولية في الأمم المتحدة، وكنت ممثلة لمنظمة المحامين التجاريين لقارة آسيا، واختاروني أهما أني أكون واجهة لهم بصفتي، طبعا صفتي بصفة وجودي هي الرقابة على أعمال الحكومات، وهي طبعا يعني كانت بالنسبة لي لحظة تاريخية أني أكون أشارك في عمل مثل هذا، وأشارك الحكومات الدول كلها. صياغة كانوا الاجتماع لصياغة قانون إنشاء محكمة الاستثمار الدولية، وهي طبعا فرصة تاريخية بالنسبة لي، وأعتقد أني أنا كنت أول محامية خليجية تشارك كصفتي كمراقبة على أعمال الحكومات، لأن أساسا الدول كلهم موجودين، ففي مرشحين كقانونيين، بس كمراقبين على أعمال الحكومات كمحامية أعتبر أنا أول محامية في الخليج شاركت في هذا، وحلو، كان وايد حلوة. يعني الإنجاز الثاني طبعا بعد هذه المشاركة، طلبوا مني المنظمة أكتب لهم تقرير، كتبت لهم تقرير. طبعا هم لما اختاروني انا اساسا كنت مشتغله معاهم مده سنتين، وحضور مؤتمرات ومشاركه كمتحدثه، فتم تعييني بمنصب نائب رئيس لجنه الاستثمارات الدوليه بمنظمه المحامين التجاريين لقاره اسيا، وهذه طبعا اعتبرها ايضا فرصه جميله وحلوه، وحتى ما سعيت لها، ومسؤوليه كبيره لان يعني فيها شغل وايد، ولو ان حظنا صارت كورونا. طبعا الترشيح بتوفيق من الله وبجهودي الشخصيه، يعني مو انا ما كنت مرشحه من جمعيه نفع عام ولا مرشحه من الحكومه، والحمد لله. يعني هذه بالنسبه لي. الانجاز الثالث اللي اهم ما توقعته، لدرجه يعني لما وصلني الايميل والله عبالي مقلب ما كنت مصدقه، يعني قلت معقوله انا يعني كذي. وصلني من آيا فلر، هي طبعا تعتبر مثل منصة ومجلة قانونية دولية خاصة بالمحامين التجاريين، تصنف المحامين التجاريين على مستوى العالم، وهي طبعا تعمل تحت مظلة يورماني، ويورماني طبعا شركة كبيرة عالمية مختصة في تصنيف البنوك العالمية والمراكز المالية للدول،
وكثير من البنوك عندنا دائما انا اشوف اعلاناتهم ان حصلنا على التصنيف كذا الدولي من يورو ماني وحصلنا على كذا، فكنت استانس يعني وانا اشوف واشعر بفخر. فتخيلي يعني هي اليوم اللي انا ادخل معاهم بالتصنيفات يعني بس من 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 المحامين، فاختاروني اعتمدوني كتصنيف طبعا هذا الدرع اني محامية بارزة لعام 2020 و2021. والانجاز الرابع اللي هو توا مؤخرا تم منحي وسام الشرف كشخصية نسائية ملهمة في ريادة الأعمال من فئة المشاريع الصغيرة. سؤال، أنا لفت انتباهي اسم مكتبك واسم الشركة التحديات القانونية، ليش نقيتي اسم التحديات؟ وانتي مريتي بكثير من التحديات. هو صدق يعني من كثر التحديات اللي مريت فيها سميتها مجموعة التحديات القانونية، عشان دائما أتذكر حتى بعدين في المستقبل أني أنا ما قدرت أنجح إلا بعد ما مريت بمجموعة كبيرة من التحديات وقدرت أتغلب عليها، يعني الحمد لله بالصبر وبالإيمان وبالتسلح بالعلم بالقراءة، يعني هذه كانت خطواتي. فعشان شيء يعني اخترت الاسم، وأحس بعد هم إحنا كقانونيين دورنا إن إحنا نتحدى المشاكل ونتحدى الصعوبات ونتحدى العقبات سواء حقي أو حتى حق الموكلين اللي بيي. فالموكل لما يكون جايني عنده مشاكل عنده عقبات مرته، فهو يحتاج إلى أن يتغلب عليها، وهذه كلها يعني هذه الأسباب خلتني أختار. وتكلمينا بعد عن مجلة التحديات الإلكترونية القانونية اللي قاعد تقدمينها. هاي المجلة طبعا أسستها 2019، هي مجلة إلكترونية قاعد أشتغل عليها إلى الآن من مالي الخاص، أقابل فيها محامين من مختلف دول العالم، مو بس محامين حتى بعد اقتصاديين، متخصصة بالمجال التجاري والاقتصاد. حلو إن اليوم العالم كله قاعد يصير واحد، وكل الدول مهتمة بتشريع قانون جذب المستثمر الأجنبي. هذا الشيء يحتاج للأفراد إن يكون عندهم مظلة إذا صار مثلاً في واحد أجنبي من فرنسا يبي يدخل السوق الكويتي، يحتاج يكون في مظلة يدخل يقرأ. أنا طبعاً مطبوعة بالعربي وبالإنجليزي، فيها PDF ما فيها مو طباعة. فهذا اللي أنا قلت أخلي يكون عندنا مظلة حق أي واحد حاب يطلع على معلومات تحليل رأي قانوني وليس قانون، يعني النصوص القانونية تقدر تحصلينها بس تحليل الآراء القانونيين في مواضيع معينة هي اللي صعب يعني الواحد يحصلها. فهذا يعني الهدف من المجلة، وحلو إنه يكون في عندنا بالكويت مجلة متخصصة تعتبر كفكرة جديدة من نوعها، يعني كاختيار موضوع متخصص بهالمجال وعربي وإنجليزي. وما شاء الله عليك تعتبرين مستثمرة أجنبية ناجحة، وألف مبروك على حصولك على جواز الاستثمار الصيني. كلمينا عن جوازك الاستثمار الصيني. هذا طبعاً الجواز تم منحي من وزارة الاستثمار الصينية، وبموجب هذا الجواز أنا يحق لي مباشرة العمل في الاستثمار في السوق الصيني. وأنا أساساً بعد أسست شركة للاستشارات في الصين اسمها شركة شنغهاي الكويت للاستشارات. وما شاء الله عليك صنفتي دوليا كمحامية بارزة لعام 2020 وعام 2021، ألف مبروك. ودنا تكلمينا بعد عن هذا الإنجاز. الله يبارك بحياتك. طبعا هذه يعني صراحة أنا شخصيا لأني لما وصلني الإيميل ما صدقت والله العظيم، يعني توقعته مقلب، وبعدين تذكرت إن في واحدة عرفها تشتغل معاهم فدزيت لها إيميل قلت لها أنا واصلني كذي تقدرين تشوفينه، والحمد لله طلع صدق يعني باركت لي. هذه طبعا شهادة والدرع باعتماد تصنيفي دوليا كمحامي بارز لعام 2020 و2021. هذه منصة دولية تتبع شركة يوروماني، وشركة يوروماني طبعا من أكبر الشركات العالمية اللي تصنف البنوك العالمية ومراكزهم المالية وتصنف مراكز المالية للحكومات. وختاما أوجه شكري لدولتي وبلدي الغالية الكويت ولصاحب سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والله يحفظهم الله ورعاهم، والشعب الكويتي وفريق العمل على هذا طبعا الدعم والتشجيع الدائم لأبناء الكويت. و
يعني عندنا كثير من الأمور اللي حصلت مؤخراً دعم فيها للشباب، منها إنشاء وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب ومبادرة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة لدعم الشباب، وهناك كثير طبعاً من المبادرات اللي دائماً سباقين فيها لدعم أبناء البلد. وأهدي هذه الإنجازات الدولية لسمو الأمير ولولي عهده وللشعب الكويتي. يعطيكم ألف عافية.